مرحبا بكم على قناة عالم الفن والمشاهير، المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. قصة حياة سعد المجرد. صمود وإصرار على النجاح رغم الألم. ازداد بالرباط في 7 أبريل 1985. ترعرع في بيئة فنية. فوالده الفنان البشير المجرد لقبه الفني البشير عبده. من أبرز المطربين المغاربة. ووالدته الممثلة زهر الكراكي. من أبرز ممثلات الجيل الثاني. التحق بالمدرسة ولشغفه بالغناء والعزف على البيانو ألحقه والديه بالمعهد الموسيقي، وقدم العديد من العروض الفنية بعضها رفقة والده. بعدها غادر المغرب وهاجر إلى أمريكا. حيث اشتغل في المطاعم والبناء على حد قوله. كما تزوج أمريكية من أصول باكستانية. خارج عن الوسط الفني تدعى فاميم. سنة 2007 ترشح لمسابقة سوبر ستار. حيث لفت الأنظار ولقب بخوليو العرب. فتأهل إلى النهائي وحل في المركز الثاني. فقدم الشكر كثيرا لزوجته لمساعدته. وفي غياب الدعم توقفت مسيرته الفنية لسنتين. ولم يجد بدا من الاعتماد على نفسه لإنتاج أغانيه. فأطلق أول أعماله فيديو كليب واديني، الذي صور بكاليفورنيا سنة 2009. وعرفت الأغنية انتشارا لدى الشباب المغربي. وبسبب غيرة زوجته المفرطة انفصل عنها. فبراير 2010 اتهمته فتاة أمريكية بالاعتداء الجنسي، ليسجن في مارس من نفس السنة. فتضامن معه ماليا ومعنويا حينذاك مغاربة كندا وأمريكا. بعدها أفرج عنه بكفالة وعاد إلى المغرب رفقة والده البشير عبده. سنة 2012 أطلق أغنية سالينا، والتي عرفت انتشارا واسعا بدول الخليج، ليضيف ألبوم ولا عليك الذي عرف نجاحا كبيرا، وخصوصا أغنية مال حبيبي مالو بعد إخراجها كليب فيديو. فحققت نسب مشاهدة كبيرة على اليوتيوب، فرشح لإيما تي في.
ففاز بها محمد عف الساف كأفضل فنان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يناير 2014 سيطلق ساد أغنية إنتي التي عرفت نجاحا مبهرا، تجاوز 1,000,000 مشاهدة في أقل من 3 أيام، وانتشرت في العديد من الدول العربية والعالمية. نجاح الأغنية خلق خلافا تجاريا في المحاكم بين ساد وديجي فان. ماي 2015 سيبلغ ساد المجرد القمة بإطلاق أغنية المعلم، والتي حققت أكثر من 22,000,000 مشاهدة خلال أسبوعين، فمكنته من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بعد بلوغ ساد القمة والشهرة العالمية بأغنية المعلم وسيطرته على كل برامج التلفزية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، تم تكريمه في الدورة 15 من حفل الموركس دور على تميزه، وحصل على لقب سفير الأغنية الشبابية في الشرق الأوسط. 8 يوليو 2016 طرح باليوتيوب أغنية جديدة باسم أنا ماشي سهل، التي حققت نجاحا كبيرا رغم بساطة الفيديو كليب. حيث استعان بمقاطع فيديو لمعجبيه وبعض النجوم يرددون كلمات الأغنية، كما أشرك أيضا والده البشير عبدو ووالدته نزهة الكراكي. بعدها في 25 غشت 2016 أطلق ساد المجرد أغنية غلطانة، التي حققت بدورها نجاحا باهرا منذ أسبوعها الأول بأكثر من 14,000,000 مشاهدة. هذا النجاح المبهر أثار حقد الإعلام الجزائري بدعوى ذكر الصحراء المغربية، فتم اتهام ساد المجرد تارة بسرقة لحن الأغنية وتارة بسرقة الفيديو كليب. في 26 أكتوبر 2006 تم توقيف ساد المجرد بالعاصمة الفرنسية باريس بتهمة الاعتداء بالضرب ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول في فندق ماريوت باريس شانزليزي الذي كان يقيم به، وسجن لمدة تقارب 6 أشهر على ذمة التحقيقات بالسجن الاحتياطي. في 13 أبريل 2017 تمتع سعد المجرد بالسراح المؤقت مع وضع سوار إلكتروني، وذلك بعد أن دفع عنه المحامي الشهير إيريك موريتي بتكليف من القصر الملكي. وفي أكتوبر 2017 صرح محاميه برفع السوار الإلكتروني، وفور الإفراج عنه أطلق ساد المجرد أغنية جديدة بباريس. وفي دجنبر 2017 قضت المحكمة التجارية في باريس بتغريم المجرد مبلغ 280,000 دولار بعد دعوى قضائية رفعتها إلهام بوزيد منظمة حفل ساد المجرد المفترض إقامته بباريس قبل أيام من اعتقاله. في مارس 2018 عاد المجرد إلى المغرب لمدة 5 أيام لإطلاق أغنية غزالي، والتي حققت أيضا كسابقاتها نجاحا مبهرا وحققت أرقام قياسية. غير أنه في 26 غشت 2018 جرى توقيف ساد المجرد مرة أخرى. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد على قناة عالم الفن والمشاهير.